انكسار، حصار، فإحباط وألم، حتى إذا استيأس البعض أشرقت شمس الثوار وألقى الجميع رايات فصائلهم وقاتلوا تحت راية واحدة هي راية فك الحصار عن حلب وأهلها. نحن الآن على أسوار مدينة حلب. معنا الآن لمزيد أو لمعلومات عن تطور العمليات العسكرية في ملحمة حلب الكبرى في معركة فك الحصار عن حلب. معنا القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية في جيش الفتح حسام أبو بكر ليطلعنا على آخر تطورات المرحلة الثالثة في عمليات فك الحصار. الشيخ حسام، بداية السلام عليكم، تحية لكم ومبارك الانتصارات التي أحرزتموها. لو تشرح لنا عن سير العمليات العسكرية لمعارك فك الحصار عن حلب في مرحلتها الثالثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أخي هادي، اسمح لي أن أحييك كونك رمز من رموز ثورتنا وقمر من أقمارها، عدت إلينا وأسعدتنا بعودتك لتعود وتنير هذا الدرب وتبدد ظلمة الطغاة، خفافيش الظلام الذين حاولوا النيل منك، وتعد تنقل الحقيقة لتظهر العالم قاطبة. واسمح لي أن أنقل لك: ومراسل في الحرب جاد بنفسه، لم تنثني عزماته مما يراه، ركب المروءة عكس ما يملي هواه، ركضت به الأخلاق لم تركض خطاه. حييت يا هادي شريفا بيننا، نطقت بها أرواحنا قبل الشفاه. يا فارس الإعلام، يا فارس الإعلام، يا فارس الإعلام. بعيدة بعيدة. إذا كما نلاحظ القصف لا يكاد يهدأ على المنطقة، على أسوار مدينة حلب، يستهدف المنازل السكنية ويستهدف مواقع الثوار في محيط مدينة حلب. الشيخ حسام، جزاكم الله خير على الكلام الذي لا استحقه حقيقة، يعني هذا من حسن ظنكم بكل تأكيد وطيب أصلكم، لكن لو تشرح لنا أو تعطي المشاهد فكرة عن سير العمليات العسكرية. هناك تخوف لدى الناس من أن هذه العملية ربما تتوقف، ربما هناك ضغوط خارجية. لو تعطينا شرح مبسط عما حصل خلال يوم أمس واليوم خلال بدء المرحلة الثالثة من معارك فك الحصار عن حلب. لا شك أن سبب العمليات الأخيرة هو منع استمرار هذا الحصار. الجميع يعلم أخي هادي أن النظام منذ أن بدأت وخرجت عليه هذه الثورة بدأ يستهدف المدنيين لصنع هوة كبيرة جدا ما بين المدنيين والقاعدة الشعبية ضد الثوار والفصائل المقاتلة، وأبشع الأساليب التي استخدمها، أكثر من الكيماوي وأكثر من قصف البراميل والنبال والقنابل العنقودية والقنابل الفوسفورية، هو الحصار. كون الحصار هو موت بطيء لأهلنا، وهو أبشع طرق الموت، ورأينا هذا بشكل واضح في الوعر، رأينا بشكل واضح في الغوطة، كيف أن الأطفال تبدأ تنحل جسدها، تغور عيناها، تظهر عظامها، ومن ثم تموت بشكل بطيء أمام أهلها. وهذا أعظم الآلام ومنتهى الألم ومنتهى الجريمة أن تحاصر. واليوم أرادوا أن يستمروا في هذه السياسة، النظام وحلفاء النظام، ويضربوا حصار على ما يقارب 300 ألف في حلب. هذا الذي لن نسمح به مهما كلفنا. هنا الفصائل اليوم مترابطة، العمل لم يحسب على أحد، حتى المدنيين كل واحد منهم يبذل، هذا الذي يحرق عجلات من أجل أن يشوش على الطيران، وهذا الذي يقدم طعام. لحمة عجيبة جدا أثمرت ما رأيناه اليوم بشكل واضح وصريح. تقدم كبير جدا. في المرحلة الأولى تقدمنا وأخذنا عدة مناطق استراتيجية من مدرسة الحكمة وتلة المحبة وتلة مؤتة وأحد ومناطق أخرى، تقدمنا بشكل أسرع من المتوقع وأخذنا مسافات أكثر من المتوقع، يعني في الزمان والمكان كل كان أكثر من متوقع، وتأييد عجيب رأيناه. كانت المرحلة الأولى سريعة وبفضل الله تعالى انهارت بها معنويات العدو، وخاصة بعد ما كبدوا من خسائر كبيرة جدا، والحمد لله كانت الخسائر عندنا قليلة وقليلة جدا بالمقارنة مع ضخامة العمل الذي أنجزناه. فالتقدم كان تقدم هائل، الأهل مستبشرون في حلب، الناس كلهم مستبشرون، المعنويات عالية. لن نسمح بأن تتكرر مأساة الغوطة في حلب، لن نسمح أن تتكرر مأساة الوعر في حلب. هذا بالنسبة لنا خط أحمر. هل إذا تعرضتم لضغوط، أو هل هناك ضغوط معينة لإيقاف معركة فك الحصار، أو في حال تعرضتم لمثل هذه الضغوط هل سوف تتوقفون؟ بصراحة الضغوطات اللي قرأناها على الإعلام ربما تحاول بعض القوى وسمعنا بعض التصريحات بأنهم يحاولون أن يثنوا، لكن لم نجدها أثر من أي فصيل على الأرض بأن يثني أو يحاول أن يجعل البعض يتوقف أو يتراجع أبدا. فصائل كلها وضعت نصب أعينها لن نسمح بمأساة ل300,000 مدني، أطفال، شيوخ، نساء، مستضعفين. لن نسمح مهما بلغت الضغوطات، الضغوطات لن تؤثر علينا. نحن عرفنا قصدنا ووجهنا وجهتنا، وإن شاء الله تعالى ماضين بها مهما عظمت الضغوطات، والتي لا نبالي بها ولا نستشعر بها أصلا، هي مجرد فقاعات إعلامية لا قيمة لها على الأرض. طيب شيخ حسام، ما هو السر الحقيقي لهذه الانتصارات التي تحصل؟ يعني رأينا تقدم كبير، رأينا تلاحم عجيب، حتى نحن كسوريين تفاجأنا بهذه الانتصارات السريعة، علما أنكم لا تقاتلون النظام فقط، تقاتلون روسيا وإيران، تقاتلون دولتين عظيمتين، بالإضافة للميليشيات الطائفية المؤيدة لهما من كل حد وصوب. السر الحقيقي في هذا الانتصار وانتصارات سابقة هو اللحمة الحقيقية. واسمح لي الآن أن أوجه رسالة واضحة صريحة قرأناها بلسان حالي الوضع الآن، أننا متى ما التحمنا انتصرنا. هذه قضية مفرغ منها تماما. لا، لم يخدم الأعداء لا روسيا ولا إيران ولا حزب الشيطان ولا أي شيء إلا فرقتنا. ما خدم الأعداء كأي حال من الأحوال ولا التحالف الذي جاء مع هذا النظام من روسيا وغير، ولا حلفاء النظام، بقدر ما خدمته فرقتنا وبأسنا الذي كان بيننا. فمتى ما انتصرنا على أنفسنا والتحمنا وتجاوزنا كل خلافاتنا، لا أشك أن حلب لن يفك عنها الحصار فحسب، بل ستحرر، وبعد تحرير حلب ستحرر حماة، وبعدها حمص، وسيكون موعدنا إن شاء الله تعالى مع النظام مدحورا مهزوما مدفونا في ساحات دمشق بإذن الله تعالى، إذا اتقينا الله تعالى وتجاوزنا أنفسنا والتحمنا وتجاوزنا أي خلافات بسيطة هي عند أعدائنا أضعاف مضاعفة من هذه الخلافات، تجاوزوها واجتمعوا على قتلنا وسامونا سوء العذاب لنا ولأهلنا ولأطفالنا. فإذا لم تجمع الآلام منا شملنا اليوم، فمتى؟ لم يبلغ الألم في أي مكان كما بلغ اليوم في سوريا. فآن لنا أن يكون لسان حالنا لمت الآلام منا شملنا. طيب سؤال أخير شيخنا، ما هي رسالتك لإخوتك أو لأهلنا المحاصرين في داخل حلب، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين؟ رسالتي صبرا إخواني، صبرا، وبإذن الله تعالى وعدكم إخوانكم وأبناؤكم المقاتلين والثوار، وإنهم إن شاء الله تعالى وبتأييد الله منجزي وعدكم سيكسر القيد ويفك الحصار، ولن يسمحوا بإذن الله تعالى مهما كلفهم الثمن أن يستمر هذا الحصار الجائر عليكم. معاذ الله، بإذن الله تعالى بعنا نفوسنا من أجل أن نفك الحصار عنكم. فاصبروا ولملموا جراحكم، فإن أبناءكم منجزي بفضل الله تعالى لكم ما وعدوكم من أنهم سيحققوا لكم ويفتحوا لكم الطرق الآمنة التي أمنوها بدمائهم وأرواحهم، وليس الذي أمنه النظام بكذبه وخداعه ودجله. منتصرون بإذن الله تعالى، وإن غدا لناظره قريب. جزاكم الله خير شيخ حسام، ونسأل الله أن يعافيكم ويشافيكم وأن يحميكم من كل سوء.